انت انتمي بهستوريتيكا، راح نعرف فد معلومات بسيطة عن تصنيف الكلاسيفيكيشن اوف باراسايت، تصنيف الطفيليات. راح نقسم الطفيليات بصورة عامة الى تو بارتس او عالمين او مجموعتين، اللي هي البروتوزوا الاوالي او الابتدائيات، والجزء الثاني او القسم الثاني الهيلماثيس الديدان. البروتوزوا اللي تمتاز بان تكون يوني سيلولار، يعني وحيده الخليه، وحيده الخليه سنجل سيل فور اول فانكشن، يعني خليه واحده بس تقوم بكل الوظائف الحيويه للطفيلي او للباراسايت. وعندنا المالتي سيلولار اللي هو اكثر من خليه، وبي سبيشالايزد سيل، خلايا متخصصه كل واحده منها تقوم بوظيفه معينه. بالنسبه لليوني سيلولار اللي هي البروتوزو او الاوالي، راح تنقسم الى فور سبيشيز، اللي هو الاميبا والفلاجيليتس والسيليتس والابي كومبلكسا. وطبعا هنا هذه التصانيف السبيشيز اعتمادا على ايش التايب اوف موفمنت، حركة هذا الكائن. فبالنسبة للأميبا راح تتحرك موف باي سيدوبودا، عن طريق الأقدام الكاذبة، سيدوبوديا الأقدام الكاذبة. الفلاجيليتس بمعنى أنه راح تمتلك فلاجيلا أو نسميها الصوت، عن طريق هذا الصوت راح تتحرك. السيلياتس من اسمها حاوي على السيليا أو الأهداب، تتحرك بالأهداب. والأبي كومبليكسا هذه السبوروزوا، هذه راح تكون تيشو باراسايت، هنا ما متحركه، ما عندها اعضاء حركه، لكن تنضم لهذه المجموعه للبروتوزوا كونها يوني سيلولار. اما المالتي سيلولار اللي بها خلايا سبيشالايز سيل، راح يكون عندنا الراوند وورمز والفلات وورمز. الراوند وورمز اللي هي الديدان الحلقيه او النيماتود نسميها، تكون على شكل سلندريكال اسطوانيه، ان سيجمنتد غير مقسمه. وعندنا الفلات وورمز اللي هي تنقسم الى تريماتودز وسيستود. التريماتود هي الليف لايك، يعني ديدان تشبه الورقه، ورق الاشجار، وتكون ايضا ان سيجمنتد غير مقسمه، ما بها يعني هو قطعه واحده. وعندنا السيستود اللي هي التيب لايك سيجمنتد، ايضا هذه ديدان الشريطيه، وتكون هنا عندنا مقسمه او مجزاه الى قطع او حلقات. هذه ايضا نفس التصنيف، هنا راح اعطيكم امثله على من هذه المجاميع. مثلا البروتوزوا اللي قلنا تشمل طبعا تكون وحيده الخليه سنجل سيل وتقوم بكل الوظائف، ومثل ما ذكرنا انقسم الى اميبا وفلاجيليت سبوروزوا والسيليت. الاميبا الاميبات او الاميبس الاميباس variable sizes and shape move by pseudopoda، طبعا تختلف بالحجم والشكل. وموف باي سيلوبودا تنتقل او تتحرك عن طريق الاقدام، تكوين للاقدام الكاذبه. من الامثله عليها انتاميبا والنجلاريا. الفلاجيليتس او الصوتيات اللي هي تمتلك الفلاجيلا لغرض الحركه، وتتضمن الهيم فلاجيليت الصوتيات الدمويه نسميها مصوتات الدمويه، والانتستاينال فلاجيليت الصوتيات المعويه. مثال عليها عندنا الليشمانيا الجيارديال ترايكومونوس. السبوروزوا ايضا هذه اللي تنتج الاوسيست اللي هو سبور لايك اوسيست. التريشن اوف جنريشن اند هوست اكرز، يعني هنا عندها اكثر من شكل لدورات الحياه تحدث داخل المضيف، وامثله عليها بلازموديوم والتوكسوبلازما. اما السيليات فهي اللي تمتلك السيليا كاعضاء للحركه، مثال عليها البلانتيديوم. بالنسبه للهيلمنثس او الديدان واللي تكون مالتي سيلولار اورجانيزم وتحتوي على سبيشالايز سيل، خلايا متخصصه، ذكرنا انه راح نقسمها الى ثلاث انواع من الديدان اللي هي التريماتود والنيماتود والسيستود. وايضا كل وحده لها خصائص، مثلا هنا ليف لايك ان سيجمنتد تشبه الورقه غير مقطعه، سكسز ار سيبريت بها يعني فيميل وميل منفصل الاجناس. انكمبليت المنتري كانال، القناه الهضميه لها تكون غير مكتمله. البودي كافيتي ابسنت، ما عندها تجويف بطني. والامثله عليها راح ناخذ الفاشيولا الشستوسوما والتريما التريم ال هاي لا هاي ريدومز. بالنسبة للنيماتود عندنا إلينجيتد، تكون إلينجيتد سلندريكال أنسيجمنتد، يعني تكون بشكل أسطواني وطويل.
وغير مقطعه. سيبريت ميل اند فيميل ايضا اجناس منفصله حاويه غير حاويه على البادي كافيتي، مثال عليها الهوك وورم والراوند وورم اللي ديدان الشصي والحلقيه. السيستود اللي هي التيب لايك سيجمنت، هذه الديدان الشريطيه سمعاني بيها. ايضا السكسز ار او نوت سيبريتد، هنا راح تكون خنثيه يعني نفس الدوده، هي تكون ميل وفيميل بها اعضاء ميل وفيميل بنفس الدوده. الالمنتري كانال ابسنت، ايضا ما بها قناه هضميه، ما بها تجويف بطني، مثال عليها التينيا والايكاينوكوكس، هاي امثله عليها. فنيجي اليوم يعني هذا ك حتى نعرف الانتامي بهستوريتيكا المن تتبع او تحت يا سبيشيز. نعم نعم دكتور، هذا الجدول للحفظ نحفظه لو راح نفهم يعني هي راح تمر علينا هاي الديدان ولا هاي. شوف هذا الجدول، هاي انت بدها تشوفوها، هاي كلها راح ناخذها بهذا الكورس ان شاء الله. فباستمرار التكرار يعني انت ما راح تحتاج تحفظها اصلا، انت يعني راح تترسخ عندك فتعرف، لان راح ناخذها كلها هاي الامثله كلها اللي راح تمر علينا بالكورس. طيب النوع الاول اللي هو الانتاميبا هيستوليتيكا. انتاميبا هيستوليتيكا اللي هي common protozoa parasite found in the large intestine of a human، هنا هذه عندنا طفيلي يعيش بالامعاء الغليظه للانسان. Parasite is responsible for amebiasis and liver abscess. هنا المرض اللي سبب الانتاميبا هيستوليتيكا اسميه الاميبياسيس، الاميبياسيس. ومن تعبر خارج اللارج انتستين تطلع عن طريق الدم الى اعضاء اخرى راح تروح للليفر فتسبب الليفر ابسيس. وهي الثيرد ليدنج باراسايت كوز اوف ديث ان ذا ديفلوبينج كونتريز، المسبب الثالث للموت بدول العالم الثالث. نلاحظ انه هذا الطفيلي الانتاميبا هيستوليتيكا راح يكون بشكلين او تو two stages، يمر بمرحلتين بدورة حياته اللي هو طور الخضري يسميه التروفوزويد، هذا الطور الخضري، وطور السيست الطور المتكيس أو الكيس، هذا الطور الكيسي. طبعا هذا يحدث في حال الظروف الغير المناسبة للطفيلي، مثلا قلة الغذاء أو الجفاف أو يعني من يفقد الظروف المناسبة راح يتكيس يتحول إلى طور كيسي اللي هو راح يكون مقاوم للظروف الغير مناسبة مثل وضعية السبور بالبكتيريا، ويتحرر من الكيس عندما تتهيأ للظروف المناسبة. لاحظ هنا هذا التروفوزويد مكون من two parts، جزئين، اللي هو الجزء الخارجي الشفاف هذا أسميه إكتوبلازم، إكتوبلازم هذا الجزء، وهذا الجزء الداخلي بالكامل اسميه اندوبلازم، ويكون جرانيولر حبيبي او محبب مثل ما تلاحظون، اسميه جرانيولر اندوبلازم. هنا عندي نواة نيوكليوس بداخله اكو كاريوسوم او اندوسوم. هنا عندي طبعا هذا السيدوبودا، لاحظوا السيدوبودا اللي هو الاقدام الكاذبه اللي هي عباره عن ايش، بروتروجن اوف سيتوبلازم، يعني مثل امتدادات او زوائد امتدادات او زوائد من الجدار الجسم هو الكائن يسويها، حتى ايش كل قدم من هذه الاقدام لما يسويها يدفع نفسه يعني خطوه بسيطه جدا، فهو يظل يستمر بالحركه بهالطريقه. الميزه اللي المهمه اللي لاحظها بهذا طور التروفوزويد وجود الار بي سي، هاي شنو هاي الار بي سي؟ طبعا هنا لما يكون موجود باللارج انتستم جدار الامعاء ومخترق لجدار الامعاء تغذيته راح تكون على البلد والار بي سي، خلايا الار بي سي والبكتيريا والمواد الغذائيه اللي موجوده باللارج انتستين وبجدار الامعاء، فهنا راح يكون نلاحظ وجود هذا الار بي سي داخل هذا الكائن. وهذه الاشياء طبعا ما راح تكون موجوده بالسيست، السيست فقط حاوي على الانويه الفور نيوكليوس، اربع انويه. ليش يصير بها؟ طبعا النواه الوحده راح تنقسم، اول مره تنقسم يصير اثنين، وبعدين الاثنين ينقسمون يصيرون نسميه نيوكليير ديفيجن، انقسام نووي، والاثنين يصيرون اربعه، وبعدين الاربعه راح يصيرون ثمانيه. فبالنتيجه السيست راح يكون عندنا اما بنواتين او اربعه او ثمانيه. نلاحظ هذه النواه تكون حاويه على الكاريوسوم او الاندوسوم اللي هو الجسم المركزي، وبيها كوندنسد كروماتين على الاطراف بيريفيرال او كوندنسد كروماتين، هذا شكل نواة التروفوزويد.
فإذا هذا المورفولوجي، إذا ذكرنا أنه يمر ب تو ستيجز اللي هو التروفوزويد والسيست. هنا عندنا مرحلة ثالثة اللي هي ما بين التروفوزويد والسيست، أسميها بريسيست، يعني مرحلة تهيئ لتكوين السيست، يسموه بريسيست، ما قبل التكيس. فهذه يعني هي مو مرحلة يعني بحد ذاتها، لكن هي حلقة وصل ما بين الطورين. زين، مثل ما ذكرنا إذا نجي على التروفوزوي، طبعا شكله راح يكون not fixed، يعني شكله غير ثابت. ليش؟ بسبب هذه، نلاحظ هذه الأقدام الكاذبة اللي السيدوبودا اللي يكونها، ثم راح حسب وين ما يكون هذا القدم راح يتغير شكله، فإذا راح يكون شكله غير ثابت. زين، طبعا هو الفيدينج ستيج اوف باراسايت، لانه هو طور الخضري او المتغذي، يعني هو اللي راح يتغذى. السيست ما يتغذى، فقط يعتمد على ما موجود به اثناء عمليه التكيس الى حد ان يواجه الظروف الملائمه حتى يخرج من الكيس. السايز راح يكون بالنسبه للتروفوزويد ما بين 18 الى 40 مايكرومتر، والافريج ما بين 20 الى 30. نجي للسيتوبلازم. السيتوبلازم اللي هو هذه المادة الجيلاتينية الموجودة بداخل الكائن، راح إذا قلنا تنقسم إلى clear transparent ectoplasm، الهيولي أو المنطقة الخارجية الرقيقة هذه أو الشفافة هذه، وبالداخل الإندوبلازم اللي هو الجرانيولار أو الطبقة الداخلية للكائن. ونلاحظ بالإندوبلازم راح يكون عندنا ingested RBC، هذه المهضومة من التشو، من النسيج الموجود به. عندنا الفود ماتيريالز، وأيضا موجودة ب راح نلاحظ بعدين glycogen bodies. بالنسبة للنواة تكون single، مفردة، spherical in shape، كروية، حجمها راح يكون ما بين 4 إلى 6 مايكرومتر، وتكون حاوية على central karyosome والفاين peripheral chromatin. هذه طبعا النواة بها هذه التراكيب هي كلها مواد نووية تخص الكائن، اللي هي مسؤولة عن التركيب الجيني للكائن. التروفوزويت ذكرنا انه يتحرك actively motile بمساعدة السيدوبودا، ويكون anaerobic، كائن غير هوائي او ما يحب الهواء، لذلك راح نلاحظ وين موجود باللارج intestine. البريسيست ما قبل التكيس اللي هو الطور الوسطي او المرحله الوسطيه ما بين الاثنين، راح يكون اللي هو الانترميديت ستيج بتوين تروفوزويد والسيست، حجمه يكون اصغر من التروفوزويد والسيست تقريبا 10 الى 20 مايكرومتر، ويكون راوند سلايتلي اوفويد، كروي وبيضوي بشكل يعني بسيط واقرب الى الراوند، with a blunt pseudopodium projecting from periphery. يعني هنا ما بي pseudopodia، لا ما بي راح، ولهذا يكون شكله تقريبا كروي او بيضوي، راح تختفي هذه الزوائد. ونو ار بي سي، نو اور فود ماتيريالز، ما بي ار بي سي، ما بي فود ماتيريالز، ما موجوده بهذا الطور. الشكل الثالث اللي هو او الطور الثاني، طور السيست، والشكل الثالث للكائن هنا الشيب مالته، الشكل راح يكون راوند اور راوند تو اورفال ان شيب، يعني كروي او بيضوي، حجمه 12 الى 15، سراوندد باي هايلي ريفراكتل ميمبرين كولد سيست وول، طبعا محاط بكيس او غلاف كيسي. زين، هايلي ريفراكتل يعني طبعا هو صلب وريزست للاسيديك للاستومك وكذا، بس بنفس الوقت هو يكون هش. السيست وول يكون ريزيستنت للدايجستشن باي جاستريك جويس، طبعا مقاوم للعصاره المعديه اللي موجوده بالاستومك، لهذا ما راح هو الوحيد، الطور الوحيد اللي راح يعبر من الامعاء ويتحول ينتقل الى السمول انتستاين واللارج انتستاين. هناك باللارج انتستاين راح يستقر وتبدا عمليه الخروج من الكيس. فطور التروفوزويد لما يمر بالمعده راح يقتل بالاسيديتي للاستومك والجاستريك جويس، فلهذا طور التروفوزويد ما راح يكون، حتى التناوله ما راح يكون معدي او يسبب الاصابه. النيوكليوس الاماتور سيست از كوادري نيوكليتد، اذا الكيس الناضج راح يكون حاوي على اربعه انويه،
بالنسبة للسيتوبلازم أيضا راح نلاحظ بكروماتويد بارس والكلايكوجين ماسز، هذه طبعا هي التراكيب اللي راح فقط نلاحظها موجودة بالسيست ما نشوفها بالتروفوزويد. نو ار بي سي اور فود بارتيكلز ما راح تكون موجود بار بي سي. طبعا الكيس الناضج او الماتور سيست راح يعبر مع الستول من الشخص المصاب ويخرج خارج جسم الكائن، يبقى بالسويل او اذا ووتر اذا سويل فور فيو دايز ممكن ان يبقى حي خارج جسم الكائن الحي لمده عده ايام. راح بس دقيقه راح اطفي التسجيل حتى يقف التسجيل أوقف.